السرداب، كلمة سرداب في اللغة تعني البناء في باطن الأرض أو تحت مستوى الأرض الطبيعية، وجمعها سراديب. وتعد سراديب النجف الأشرف من المعالم الحضارية التي اشتهرت بها مدينة النجف الأشرف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم هي بخصوص السراديب العميقة اللي موجودة ومقبرة وادي السلام. طبعا المقبرة القديمة تحتوي على العديد من السراديب القديمة لدرجة العمق مالتها، يعني حتى المياه الجوفية طالعة داخل هذه السراديب. اليوم اختارينا مجموعة من هذه السراديب وراح ننزل إليها حتى نشوف شنه اللي موجود داخل هاي السراديب. تعالوا ويانا على هاي المجموعة اللي اختاريناها لكم اليوم من سراديب المقبرة القديمة. طبعا هذا واحد من السراديب، الغمق مالته يعني اكثر ما تتصورون ومخيف. هسه احنا ما نقدر ندخل جوه، خافكو هذا طائر الخفاش او حيوان موجود بهذا السرداب. طبعا الدرجات وسخة وموجودة بها هاي العلاليق والنفايات، فما نقدر ننزل بسرعة، لازم ننزل على كيف. طبعا هذا طالع جوه ماي والغمق مالته اكثر ما تتصورون، فما نقدر ننزل جوه لانه هاي الزبايل والعلاليق تكرمون، فما اقدر انزل بعد اكثر لان خاف. الدرج واقف عمال شوف، فالدرج واقف يعني شوف مثل ما تشوفون. هذا السرداب هو يسمونه سرداب سن، يعني البناء مالته هو طابوق ومن جوه هو حجر، بالاضافه الى مخلي له فتحه هوائيه حتى اولا تدخل الاناره والريحه اللي موجوده داخل السرداب تطلع من هاي المفرغه والفتحه، ويسمونها بالمصطلح يسمونها مبقره. بالنسبه لغرفه الدفن، الغرفه مال الدفن صايره جوه. طبعا هذا الماي اللي طالع هسه داخل غرفه الدفن، يعني الجثث اللي موجوده داخل الخانات او داخل السرداب هسه هي متغطيه بالماء. فهسه راح اراويكم اللقطه وتشوفون الماي اللي طالع داخل غرفه الدفن، وراح ننتقل الى سراديب اخرى ونراويكم ايضا نفس ترتيب هاي السراديب واعمق بعد من هذا السرداب، لان اليوم استخدمنا هذا اللايت واول هاي الضوء او الاناره حتى نقدر ندخل داخل السرداب، لان السرداب غميق اكثر من ما تتصورون، يعني يصل الى اكثر من 20 او 30 درجه داخل الارض. تعالوا ويانا راح ننتقل الى سرداب ومكان اخر. طبعا حتى الدرجات واقفة يعني قوة تصعد. يلا 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 اخوي يلا يلا اخوي يلا. اعزائي المتابعين، مستمرين وياكم اليوم حول السراديب العميقة والمظلمة اللي موجودة بمقبرة وادي السلام. وصلنا الى سرداب اخر وراح ننزل داخل هذا السرداب ونشوف شنو اللي موجود بداخله. تعالوا ويانا حتى تشوفونه انتم. طبعا همات نفس السراديب دنيشه، نفس الترتيب، البنيان من فوق طابوق ومن جوه هو حجر، وايضا نفس هذنيشه السراديب طالع بيه ايضا هذا الماء. طبعا هذا تعال هاي الغرفة مال الدفن، تعال شوفها، تعال راح انزل لك جوا كلش علا، راح انزل لك جوا ايضا. تعال هاي الغرفة مال الدفن، تعال جيب الكاميرا، تعال تعال انزل انزل. هاي الخانات وهاي الماي اللي موجود
طبعا اريد طابوقه حتى اشمرها داخل الماي. طين طابوقه من يمك تقدر؟ اه مو تقطف عليه تعدنالي بس تطلع قبل توقعني تروح تروح الكاميرا تطيح بالماي. اه على كيفك. شوف هسه هذا الماي اللي داخل الغرفه مالت الدفين وهذني الخانات. تعالوا اعزائي راح نطلع او نخرج من هذا السرداب اللي هو واحد من السراديب العميقه اللي موجوده بالمقبره القديمه. ايش لقيت جوا؟ جوا موجود اكو دافنين بها جوا. اعزائي المتابعين مثل ما تشوفون نزلنا بهذا السرداب لانه السرداب اظلم من الداخل وعميق جدا. طبعا التراب اليوم ما شاء الله ويا العاصفه الترابيه شلون صرنا هذا التراب. طبعا مثل ما تشوفون هو البناء مالته من الطابوق ومن جوا يصير نقش بالحجر. هذا هو الحجر ايضا بالإضافة إلى وجود الهوائية أو المفرغة اللي مخلينها هاي منها حتى تدخل الإنارة وضوء الشمس. عباس لا تقدر مبالغ صورنا جوه. طبعا أكو ملابس هنا مذبوبة وأكو كل شيء أكو مذبوب هنا بالسرداب. يلا وصلنا وصلنا إلى الماي اللي طالع هنا جوه. خلنا نراويكم الماي. هسه هذا الماي اللي طالع جوا. بعد هاي من هنا تهدم وهذا من هنا انقاض. ما اقدر اوصل لجوا كلش. هذا حد لهنا. يلا اعزائي المتابعين راح نلتقي الى سرداب اخر ومكان اخر ضمن السراديب القديمة اللي موجودة مقبرة وادي السلام. السراديب العميقة المخيفة اللي بيها حتى يسكن الخفاش والحيوانات المتوحشة. يلا تعالوا وياني راح ننتقل الى مكان اخر وسرداب اخر. وصلنا الى سرداب اخر راح تتفاجئون بالعمق مالته. طبعا هذا السرداب يعود الى 1968 الغمق مالته يعني ما ينوصف. وحتى المياه اللي طالعه جوه يعني ما الى نهايه. طبعا هسه راح اراويكم. شوف الماي بحيرة جوه صاير يعني على قد الماي اللي طالع جوه. شوف الماي طبعا الوساخة ما نقدر ننزل على حيل يعني لازم على كيف شوي لانه شوف طبعا الريحة كلش قوية يعني ريحة وغرة ما تقدر تنزل بعد اكثر يعني قوه تتنفس حتى النفس هنا. بس صار هذا السرداب صار له يعني من 1968 ايش قص صار له؟ صار له هواي بس حتى نهايه ماله نهايه. شوف شوف هذا الماي اللي طالع بيه جوه طبعا وسخ جدا. شوف هاي راح وصل الباب لا تزلق. هاي وصلنا الى نهايته. طبعا وصلنا وبعد نهايته يعني ما تنوصف. شوف بعد درجاته كلش يعني اللي جوه ينزل جاي يشوفني. شوف اعزائي المتابعين مثل ما ان كلهن نفس الترتيب البناء مالته من فوق من الطابوق وجوه يصير نقش بالحجر لان من جوه المنطقه حجريه ويبقون يستمرون بالحفر حتى يوصلون الى المنطقه الهشه اللي جوه حتى يدفنون بها وتصير سهله بالبناء وبالدفن ايضا. الغمق مالته ما ينوصف الى درجه يعني حتى الريحه اللي موجوده هنا الوغره مالت المي اللي موجود
يعني كلش قوية قوة تتنفس حتى هو ماكو يعني. شوف هسه أنا عرقت يعني لا درجة واختنقت هنا جوا، فلذلك راح أطلع بعد ما أقدر. شوف راح أشمر هاي الطابوقة، راح أشمر الطابوقة حتى يشوفون الماء شلونه وياي. شوف الماء اللي طالع هنا كله جوا. يلا راح نطلع خاف ينهدم علينا السرداب لأنه قديم جدا والغمق مالته يميق إلى درجة. هاي جينا اليوم حتى نراويكم السراديب اللي موجودة بالمقبرة القديمة. تعالوا ويانا إلى سرداب ومكان آخر نفس المقبرة. طبعا المقبرة عبارة عن مجموعة من السراديب. شوفون احنا مستمرين اليوم بالبحث بالمقبرة القديمة بخصوص السرادي. مثل ما تشوفون اعزائي المتابعين احنا مستمرين اليوم بالمقبرة القديمة بخصوص السراديب القديمة العميقة والمخيفة. واليوم جينا الى مقبرة، طبعا صادفتنا هاي المقبرة، راح ندخل ونشوف شنهي هاي المقبرة لان البنيان بنوع من الغرابة، وراح ندخل ونشوف شنهي هذا البناء، هل هو سرداب او مقبرة. طبعا هاي مسوين غرف، يعني كانوا قاعدين بهذا المكان يعني عبارة عن بيت، فحتى مسوي له شبابيك، وايضا هذا موجود درج يعني للسطح. راح نصعد على هذا الدرج ونشوف شنو اللي موجود فوق هذا البناء. طبعا المقبرة قديمة جدا والبناء متهالك يعني، فنخاف نصعد عليه ويوقع بينا البناء. أعزائي المتابعين مثل ما تشوفون اليوم حلقتنا هذا اليوم مقبرة وادي السلام بخصوص السراديب العميقة والمخيفة المظلمة. يعني ما نقدر ندخل إلى السرداب على درجة مالت العمق مالته أظلم من الداخل. جبنا اليوم ويانا هذا اللايت حتى نقدر نشوف الداخل مال السرداب. هسه حاليا صعدنا إلى السطح مال هاي المقبرة، وراح ننتقل إلى مكان آخر وسرداب آخر ونراويكم السراديب اللي موجودة بهاي المقبرة. تعالوا ويانا احنا مستمرين اليوم أعزائي، يلا مستمرين وياكم اليوم بالبحث، وراح ننتقل إلى مكان آخر بالمقبرة القديمة أو السراديب القديمة. طبعا هذا البناء أو هاي المقبرة تعود إلى تاريخ 1960 ميلادية، طبعا صار لها تقريبا 62 سنة هاي المقبرة. تعال أعزائي المتابعين مثل ما تشوفون وصلنا إلى مقبرة أخرى وأيضا موجود سطح بها، وراح نصعد للسطح مالتها ونشوف حتى راويكم القبور أو المقبرة من الأعلى. تعالوا ويانا. لا مو لهالدرجة، مو لهالدرجة، تعال. طبعا الارتفاع مالته جدا عالي، وهاي قريبة من شارع الطوسي. يلا راح ننتقل إلى مكان آخر وسرداب آخر. والله ما أدري. أعزائي المتابعين مثل ما تشوفون اليوم مستمرين وياكم بخصوص السراديب العميقة اللي موجودة مقبرة وادي السلام المقبرة القديمة. الغمق مالتها ما ينوصف، البناء مالتها هو من الطابوق ومن جوا الصير نقش بالحجر. وصلنا إلى سرداب آخر وراح ننزل داخل هذا السرداب ونراويكم طبعا لقينا سرداب غميق كلش، أكثر من ما تتوقعون، أغمق من هذا النيتشة السراديب اللي صورناهن قبل شوية. راح ننزل داخل هذا السرداب ونشوف
ايش موجود بداخله. طبعا السرداب حتى الدرجات مالته واقفه يعني قوه تنزل. تعال. وايضا غميق والى درجه يعني الغرفه اللي جوه مالت الدفن طالع بيها الماء. شوف التراب اللي جوه يعني. بعد ما شاف؟ هسه شوفوني. وايضا مسوي له منها فتحه او هوائيه. وهاي الغرفه مالت الدفن راح نوصل الها ونراويكم الماي اللي طالع جوه. وياي باوع راح اراويك الماي اللي جوه طالع. هسه شوفني. شوفني. شوف هذا الماي راح اذب لك الطابوقه عليه. باوع شوف الماي الغمق مالته. تعال شوف تعال انزل لي بعد زين بعباس بس ضوي لي على الماي. هاي ضويت لك هذا الماي بيني. وصلنا الى درجه. طبعا ايضا هذا سن صخري او حجري اللي حافرين به هذا السرداب مثل ما تشوفون اعزائي المتابعين. اليوم حلقتنا لهذا اليوم طبعا هي بخصوص السراديب العميقة والمظلمة المخيفة اللي بمقبرة وادي السلام المقبرة القديمة. طبعا المقبرة القديمة هي عبارة عن مجموعة من سراديب يعني كلها سراديب والغمق مالتها يعني أكثر من 20 متر ويوصل حتى 30 أو فوق 30 متر. هسه وصلنا إلى هذا واحد من السراديب ومثل ما تشوفون الغمق مالته أكثر من ما تتصور يعني حدود 20 أو أكثر من 20 متر يعني حتى الدرجات. احنا مقربين بالكاميرا. هسه احنا مقربين بالكاميرا قربنا لكم لأن هو بس هسه بصراحة هذا السرداب شوي نظيف يعني مو مثل ذنيش السراديب اللي صورناهن اللي بتروسات الزبايل والدرجات وصخة ما تقدر تنزل بهن. تعالوا أنا راح ننتقل إلى سرداب ومكان آخر. طبعا حتى رجلي الشنطان لأن الدرجات واقفة. تعال خلنا نصعد. وأيضا هاي المقبرة مسوي لها سطح وهذا الدرج مالتها. راح نصعد فوق السطح ونشوف شنو اللي موجود هنا. هذا السطح مالت المقبرة. هاي هي المقبرة وهذا السطح مالتها. أعزائي المتابعين مثل ما تشوفون حلقتنا لهذا اليوم من مقبرة وادي السلام المقبرة القديمة بخصوص السراديب العميقة والمخيفة المظلمة اللي موجودة بهاي المقبرة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات وتشجيعا لنا. وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عجبكم الفيديو لهذا اليوم اللي سويناه لكم خصوص السراديب اللي موجودة في مقبرة وادي السلام المقبرة القديمة. أتمنى تتفاعلون وتسوون لايكات للفيديو حتى يصعد للناس لأن بصراحة ماكو منكم أي تفاعل.